مرحبا، يعطيكم العافية. أنا من قبل خبرتكم كيف منتلج نحن الحمايضة هلأ موسمها، مننقيها بهيدا الشكل، مننقي الشرش هيدا، مننقيه من مطرح كتير كتير نظيف ما يكون عليه دعس، منشان نأمن أكلتنا بتكون نظيفة بهيدا الشكل. بنقيها وبرجع نقي الكمية اللي بحاجة لها وبستلجها، او في هي بيطلع فيها زهرة، اذا بتعرفوها هيدي الزهرة بتطلع فيها، بنشيلها نحنا وبنفرم هيدا الورق الطري مشان نقدر نطبخه ونتلجه مع بعضه. هلا مثل ما شفتوا انا نقيتهم وعم بغسلهم مشان يصفوا، ارجع افرمهم حطهم بالفريزر، بيضاينوا عندي من السنة للسنة ليجي الموسم الثاني. بيكون عندي انا حمايضة لعمل للهندي، بحط للفطاير كمان، بيعطي طعمة حموضة. اذا ما عندك حامض بيساعد بالاكلة لانه هو حامض، وبطلعوا كثير طيبين. هلا انا غسلتهم كتير كتير منيح، هلا هافرمهم فرمه وسط، هذا الشكل بفرمهم وبرجع بصفيهم منيح كتير مشان فرزهم. بهذا الشكل نفرمهم ونصفيهم بهذا الشكل. انا غسلتهم وفرمتهم وصفيتهم، هحطهم بالكيس لفرزهم. واكيد هلا بنضغطهم بنربطهم بربطة، او اذا في كاس المضغوطة بتضغط للتتليج، بنفرزهم وبنحطهم، بضلوا عندي من السنة للسنة بهذا الشكل. بحطهم بالفريزر وساعة البردة بشيل منهم. وهيدا انا مفرز عندي من هذيك السنة وبشيل مشلت منه، بعد عندي شوي لأجل الموسم، هسا برجع بجدد التفريز بالثلاجة.